قاضي عياض احد رجال الدين، الناس اللي يهضروا معايا واللي لاموني واللي حسيت فيا باللوم في هذه القضيه هذه، كنبغي نقول لهم انه باش نحسموا في هذه القضيه، انه اعتذر للناس اللي حسوا بهذه القضيه، اللي حسوا باساءه في حق العلامه ديالنا القاضي عياض، ولا اللي حسوا بمس في هذه القضيه. انا كنعتذر لانه ما كانش هو القصد، القصد ديالي كان شريف، وخطا اللي كان ممكن اي كوميديان يطيح فيه. خاص الناس هنا فين توقف معاك، مني تطيح خصهم ينوضوك وخصهم يعاونوك معنويا، لانه فريمون الفنان خصو واحد السند مع الجمهور ديالو. اللي وقع هو انه جبت الاسم ديال القاضي عياض في واحد المكان غير لائق بالاسم ديالو، وفي الناس لاموني على هذه القضيه هذه، وهذا الشيء اللي وقع. وكان زله كانت لقاك تخدم على ود قافيه، قاضي حاجه قاضي عياض جابتها لي انا، كانت المعرفه ديالي متواضعه على القاضي عياض، وبهذا الغلط هذا وليت كنعرف شكون هو القاضي عياض، وعلمتني انه نزير الجام كيف كيقولوا، ونحسب ألف حساب باش عاد نكتب الكلمه ونشوف لو سكتش اون 3 دي. وهذه بالعكس اللي كدوز على الراس كتعلم، والدار غادي وكيقصاح. وكنتمنى الجمهور من هنا كنقولها ليه من هذا المنبر، كنقول ليه راه زهير عرف شنو عرف، اعتذر لكم وعرف هذه القضيه انها ما زويناش، وعلمتني بزاف، والله يخليكم دائما سندين، لانه انتم هما السند وهما الوقود باش كتمشي الحافله ديالنا.